الأمر الثاني وهو حقيقة أيضا أن الحجرة التي يرفض بها الرئيس المحاكم بجرائم ضد المصريين الآن تكلفت كحجرة فقط أكثر من 7 مليون جنيه، وفيها من التجهيزات لا يتصوره أحد. ويكفي أن غرف العناية المركزة في كثير من المستشفيات الخاصة رفيعة المستوى، تتكلف بين 150,000 و250,000. فلما تتكلف هذه 7 مليون فقدامنا احتمال اثنين: إما أن هذه الأموال نهبت ونحتاج من النائب العام أن يرسل لجنة من الجهات. معلش دكتور حسن برنس، أنا أدرك أن عندك تفاصيل كثيرة، بس خلينا إحنا الجزء الخبري بصلت الحوار ده وبصلت السؤال هو: هل الرئيس السابق يتلقى علاجا صحيا او خدمة صحية تتلائم مع حالته الحرجة ام لا؟ مش دلوقتي مش بتكلم في مين سرق ايه، لانه المحامي قال انه او حتى قال نصا انه مبارك لا يثق في الاطباء اللي موجودين في المستشفى. مش من حق المسجون في قانون السجون انه هو يقول لا اثق او اثق، وإلا حضرتك أريد حادثة واحدة أن سجينا مصريا مريضا قال لا أثق في الأطباء واحترم له أو سمع له أو صرح بهذا الكلام في الإعلام نيابة عنه. ولذلك أنا أقترح أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة كلية طب القصر العيني أو عين شمس بطريقة فنية مهنية لا دخل لا للداخلية فيها ولا لأي جهة سياسية، وتروح تشوف في الأجهزة وحالة الرئيس الذي أجرم في حق مصر ومستوى الفريق الطبي، وهي التي تقرر صحته، وبالمرة تمر على عشرات المساجين الذين لا يلقون أي نوع من المعاملة الإنسانية في وجودهم في العنبر المجاور للرئيس المعاقب على جرائمه في المتنوعة ضد المصريين.